تجري الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. تم الإعلان عن أنه تسجيل استمارة الثانوية العامة سيكون متاح إلكترونيا بدءا من غدا الأحد. شددت الجهات المعنية على ضرورة التأكد من توضيح كل المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية. للمزيد بتنضم إلينا هاتفيا الأستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بالأهرام. بعد التحية لك يا أستاذة نيفين، ما هي إجراءات كتابة استمارة الثانوية العامة؟ السنة دي إن شاء الله طلاب الثانوية العامة اللي هيمتحنوا 2024، الوزارة أكدت على إن هيتم التقدم بداية من غدا الاستمارات الإلكترونية بالنسبة للطلاب، وهتستمر حتى يوم 22 فبراير. وأكدت أيضا إن الاستمارات طبعا هيبقى ملأها إلكترونيا، والطالب عليه إن هو يسلم الاستمارة الإلكترونية بعد طباعتها للمدارس، وده هيكون بداية من 11 فبراير. وآخر موعد لتسليم هذه الاستمارات الإلكترونية، يعني الطالب يروح يسلمها بنفسه، يوم الخميس 29 فبراير المقبل. طبعا الاستمارات دي مهمة جدا، لأن بيبقى محدد فيها الشعبة اللي الطالب هيمتحن عليها، سواء أدبية، علم علوم، علم رياضة، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، المواد الأساسية. وحتى الوزارة كمان محددة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محددة المواد لكل شعبة، بحيث أن الطالب يسجل هذه البيانات عبر الاستمارة الإلكترونية. وطبعا طالب الثانوية العامة ما يقدرش يدخل الامتحان إلا بعد تسجيل هذه الاستمارات، وممكن كمان ما ياخدش رقم جلوسه إلا بعد تسليم هذه الاستمارة. فهي مهمة جدا بالنسبة لطالب الثانوية العامة إنه يعني يسجل هذه الاستمارة ويسلمها في موعدها، علشان ما يبقاش في أي قصور في هذه النحو. طب بشكل عام يا أستاذة نيفين، يعني ما هي الاستعدادات المتخذة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام؟ طبعا الوزارة أكدت على إن الاختبارات طبعا هتبقى بنظام إن في 15% الأسئلة المقالية و 85% للأسئلة الاختيار من متعدد. الوزارة عملت إجراءات مسبقة ومبكرة خاصة بالتحويلات لطلاب الثانوية العامة، وعملت إجراءات من أولى لثالثة ثانوي إن التحويلات تبقى من خلال لجنة برئاسة الوزير، وهذه اللجنة بتفحص كل طلب خاص بالتحويلات، وده طبعا علشان منعا لانتشار لجان الغش واللجان اللي كان بيبقى فيها شغب وما إلى ذلك. ويمكن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السنة اللي فاتت تعمد ان هو يزور هذه اللجان علشان يؤكد ان الامور بتسير على ما يرام، وان مسألة المراقبة الامتحانات والتحكم الوزارة في هذه الامور يعني على قدم وساق. فطبعا ده مهمة جدا، اللجان الامتحانية كلها تبقى مراقبة بالكاميرات، وطبعا ده من السنة اللي فاتت ومستمرة معانا هذا العام. أيضا منع اللجان اللي كان فيها شغب وفيها غش، يعني صورة كبيرة جدا إن يبقى في يعني تركيز عليها في مسألة التحويلات وما إلى ذلك. فطبعا في إجراءات كمان خاصة بالمعلمين نفسهم المرشحين للعمل في لجان الثانوية العامة ورؤساء اللجان، وتم إتاحة الموقع الإلكتروني اللي خاص بتسجيل الراغبين في العمل في امتحانات الثانوية العامة وفقا للتعليمات اللي الوزارة أعلنتها بخصوص الراغبين في العمل في الامتحانات. فطبعا في إجراءات كبيرة جدا الوزارة بتتخذها مبكرا، وطبعا ده لتأهيل الطلاب. طبعا السنة دي الطالب عارف هيدخل الامتحانات شكلها عامل ازاي، شكل الأسئلة عامل ازاي، اتدرب على امتحانات السنين السابقة قبل موعد الامتحانات. الوزارة بتنزل نماذج استرشادية للطلاب. طبعا المنصات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوية العامة عليها أفضل المدرسين وأفضل المتمكنين من المادة، وطبعا دي علشان تساعد أبنائنا الطلاب أيضا على يعني التعود على شكل الأسئلة وطريقة الأسئلة وأيضا الحل بصورة كبيرة وزمن الإجابة وما إلى ذلك. فالحقيقة كل هذه الإجراءات بتدي طمأنة لطالب الثانوية العامة ان هو داخل الامتحان عارف شكله ازاي، مش هيتفاجئ بأسئلة فيها اختيار من متعدد، فيها إجابات للسؤال الواحد اكثر من إجابة بتحتمل الإجابة على السؤال، مش هيبقى في ده هيبقى في إجابة واحدة، كل سؤال هيبقى له إجابة واحدة محددة طبقا للاختيارات اللي امام الطالب. ف
فكل هذه الامور بتخلي الطالب يبقى عارف شكل الامتحان ومتعود على شكله واتدرب عليه، سهل له المساله بالنسبه لاجراء الامتحانات. ونتمنى طبعا التوفيق لكل ابنائنا الطلاب ان شاء الله. بالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه نبيل شحاته، مسؤول ملف التعليم بالاهرام.